السلام عليكم، انا رند وانا جودي من قناة داداتيز. بهذا الفيديو رح نجرب واخيرا وجباتنا المفضلة. هدول هن الثلاث كومنتات من الفيديو الماضي، منحبكن كتير. هلا خلينا اول شي نروح ونتغدى، بما انه والله العظيم حموت من الجوع. رح نروح على KFC. Can I have one twister meal spicy؟ وأخذنا الوجبة من KFC. الوجبة هي twister sandwich spicy مع cheese و spicy fries. صلي زمان ما أكل KFC، بس هلأ لاحظت شيء إنه السندويشة صارت كتير أصغر وكل هذا فاضي. قسم بالله إنك طحت من عين. أنا طيح. قسم. شنو مسوي؟ شنو مسوي؟ بس. لا. بعد ما أكلنا وانبسطنا وكل شيء، هلأ رح نروح نشتري سناكس من أطيب مشروب لأطيب آيس كريم، شيبس، شوكولات، يعني كل شيء. وجبنا هون كل السناكس تبعوتنا المفضلة. أول شيء عطونا إياه هو تذكرة لأنه نفوز بسيارة. طبعا ما حنشارك فيها لأنه بنعرف كيف حظنا. حظي. Oh my god، نحن هلأ استوعبنا إنه هذا كان موجود كل الفيديو. لا أنت تتكلم جد. أول شيء لما تدخلوا على السوبر ماركت شو بتشوفوا؟ أكيد الشيبسات، فكل واحدة مننا رح تختار أطيب شيبس عندها. أنا بالنسبة لي هذا أطيب شيبس بالعالم. لا لا لا، هذا أطيب بألف مرة صراحة. في كتير فرق، أنا سبايسي حامض هي حامض. والله جربوه ودعوا لي، قولوا لي أنتوا أي أطيب، تاكيز ولا ليزخل؟ تاكيز. ريحته خطيرة. اللهم لا شبعت. خيدو ايش جننني، يعني بحبه. عادي اصلا اعترفي. بعد الشيبسات رح نختار كل واحدة الايس كريم المفضلة عندها. انا اكتشفت انه ما بحب ولا ايس كريم موجودة بالسوبر ماركت. شوفوا انا بحب هدول كلهم، بس المفضلة هاي بالاناناس والفريز والليمون. عادي دوق، بس بدي دوق. هلا خلينا نروح لتحلاية ما بتنقنش، اللي هي الشوكلت. كل واحدة مننا رح تختار الشوكلت المفضلة عندها. انا بحب هاي الكندر. بالنسبة الي بحب الفريرو كتير، بس كمان بحب السنيكرز كتير كتير كتير. انا بحب قصص الفول السوداني وهدول الشغلات. انا عكسه، بكره قصص الفول السوداني. المكسرات كلها طيبه والله. آسيا بحبها لما تكون دايبه. انا بقتنع انها مفيده لانه بحليب. لا والله قل قسم، الصراحه حلينا كثير، لازم نشرب شيء. يا حذركم، شو مشروب المفضل بين كل هالمشروبات؟ اتوقعوا المي. رجع لي حالك لك دي، رجعي فكر بينك وبين حالك شو عم يصير فيك انت. بالنسبة لي مشروب المفضل هو لا 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 لا، عن جد؟ واخيرا رمان. رغم انه انا ما بشرب مي كتير، بس الفكرة عندي انا ما بشرب لا بيبسي ولا سوفت درينكس ولا صودا ولا اي شيء فيه غازيات، لانه بكرهون. نفس الوقت العصاير مو طيبة. غبية، مع احترامي الك. العصاير الوحيدة طيبة هي العصاير الفريش اللي بتجيبوها معصورة قدامكم فقط. اهم شيء في الدنيا هي الصحه. طيبه كتير، يعني لا جربوا شيء غير الرمان. واكيد ما فينا ننسى الجوميز، اي شيء هيك نوغا بيمضغ بالدم. صار في نكهه كولا، مستحيل. خلينا ناخذها نجربها. بالنسبه لي هدول كتير كتير طيبين. اوكي، ممكن اعرف هدول كيف بيفتحوا؟ يعني هيك لازم الصراحه في فرق واضح بيناتهم، تقريبا نفس طعم العادية بس فيها طعم الكولا شوي صغيرة. وبما انه عم نحكي على الجميز، خلينا نحكي على نوع مختلف اللي هو العلكة. هاي هي علكتي المفضلة. هاي لا حرام عليك، هاي اطيب بألف ألف مرة. يعني من الواضح متفق على اسم البراند، ولكن النكهة مختلفة. نفس اللون، نفس كل شيء. سبحان الله. نعناع منعش. نعناع منعش. حتى هي والله منعشة، فيها هيك شوية نعناع. تحسي حالك عم تاكلي ايس كريم. اوكي حلو، مع هيك شويه انتعاش. هي اسمها بابل مينت. هذا البزر المصري المفضل عندي، كتير طيب. يعني صراحه هالبزر يفوز. مين بيوقفنا هلا؟ لازم نغير القعده للبزر. بفرجيكم احلى باركينج بالعالم. المفروض الصفات تكون هيك بالطول، الا هي الصفه شوي صفه زكزاك اسمها. امشي زيكزاك بالصحراء، دائما بيمشوا زيكزاك. بتحداك تدخلي. انت ادخلي. لا ما
جينا على ستاربكس لحتى هي تطلب مشروبها المفضل عندهم. Can I have one ice chicken white mocha, one pump and two shots of coffee. يعني حاليا انا كتير فرحانة ما بتتخيلش الطيب. شو طعم تعني كاراميل ميلك شوكليت اكتر فانيلا شو؟ وايت موكا. او ماي جاد بجنن. سعره كان 26 درهم والصراحة كل ستاربكس بيختلف. هلا رح نروح على ماكدونالدز ونطلب وجبتنا المفضلة بما انه ما شبعنا من كي اف سي. كل واحدة مننا اكلت نص وجبة فيلا. وجبتي غريبة الصراحة. Can I have one grand chicken special or spicy chicken wrap? وصلت هون وجبتي المفضلة من ماكدونالدز. للأسف وجبتي مثل ما قلت لكم غريبة فما دائما بتكون موجودة. يا حرام أنا وجبتي هون. في الليلة سرحت في اللي راح دمعت وصحيت الجراح. أنا وجبتي هون. وجبتي المفضلة هي جراند تشيكن سبيشل. ليش؟ لأنه فيها تركي جواتها. يس. وبحط جواتها بكتستي صوص لأنه هو الصوص المفضل عندي وبخليهم يقسموها نصين. وهي هي وجبتي المفضلة مع أكيد بكتستي صوص on the side. رح خليكي تدوقيها. جربي وقيمي لي وجبتي المفضلة. أوكي. مستعدة تجربي؟ صراحة متحمسة. التركي طيب بس خلطة التشيكن مع التركي ولا مرة جربتك غريبة شوي. It's not bad صراحة. وأكيد أكيد طلبت ميل مشان الفرايز طبعا. بعطيها 7/10. الراب تاخديها بالعادة أطيب. أنا بدي فرايز. حجرب من صوص المفضل. ريحته بلاستيك. حرام عليك كثير طيب. صدقيني من أسوأ الصوصات اللي دقتها بحياتي. Oh my god بجنن بجنن بجنن. يعني فيه شيء بشع يعني. مو بس بشع لا بشع بشع. عشاق البكتيس صوص يا جماعة. حدا يحكي حدا يقول شي بالكومنت. فرايزون اليوم طيبة. جرب البيبسي تبعون. صار جربتيه 1000 مرة وكل مرة بتقولي حنجرب البيبسي تبعون. لذيذ. آخر شي اليوم رح ناكله هو الحلو. جينا على محل دونت. كل واحدة مننا رح تاخد الدونت المفضلة عندها. طبعا يعني انتو بتعرفوا انت اي دونت تبعي المفضلة. لا لا هديك 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 أطيب شي بالعالم. ما شاء الله كل اللي على الحيط هن انت بود مفضلين. يلا 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 والله اني متحمسه. يلا اخذنا الدونتس واجينا قعدنا برا تعورجيكم وين قاعدين. المكان كتير حلو والجو بجنن. حيكون في صوت كل المي من هدول النوافير اللي قدامنا فطنشوف. تاجا اما هي الدونت فوقها فيها شوكر باودر مطحون هيك بجنن بجنن ومحشيه فراوله. فلهون بكون وصلنا لاخر هذا الفيديو. اكلنا وشربنا وتحلينا وعملنا كل هدول الاشياء المفضله عندنا. نذكركم انه تكتبوا كومنتات تحت رح نختار 3 كومنتات عشوائيه تطلع بالفيديو الجاي. واعملوا لنا اشتراك بقناتنا بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر. وبنحبكم كثير يا احلى ناس وسلام.